السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. عندنا هنا عايزين نعمل زي ما تقولوا كده عشبة، او تقدروا تقولوا حاجة كده عاملة زي الجرجير او الحاجات الخضراء، معرفش هي اسمها ايه في الدول التانية، بس انا اعرف ان هي اسمها حورنة. ايوه حورنة ديت موجودة بالاردن وفلسطين بكترة، طبعا بيعملوها سلطات. انا معرفش هي موجودة برا ولا لا في دول تانية، ولكن هي بتبقى جميلة جدا، عاملة زي الهندباء او السبانخ او الحاجات، بس هي يعني عشبة مميزة بتطلع بس في فصل الشتاء مخصوص، بس بيعملوها سلطة باللبن. دلوقتي تابعوا معايا الخطوات علشان ان شاء الله نعملها، واذا صادفتكم في يوم من الايام في موجودين برا، تبقى مثلا في السوق وما تعرفوش هي بتتعمل ازاي، ممكن لو حبيتوا تجربوا تعملوها طعمها جميل. هي عشبة لو تتاكل دلوقتي مرة مرة جدا، وبتطلع مادة خضراء، فاحنا عايزين دلوقتي نتخلص من المادة الخضراء دي. اول حاجة زي ما انتم شايفين انا جبتها، لازم احطها في مية علشان تتغسل حلو، كل الاتربة اللي فيها تنزل، وبعد كده ايه ناخدها نصفيها على فوطة او تحطيها في مصفى لغاية لما تصفي المية كلها. دلوقتي هنشوف نحطها في مية ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا نقعتها في مية، افضل احرك فيها على طول علشان ايه الاتربة اللي فيها تنزل، بالرغم ان انا غسلها قبل كده وهي نظيفة يعني. طبعا كل ما تتنقع اكتر كل ما تلاقي ان هي طلعت اتربة اكتر واكتر. طبعا همسكها كده زي ما انتم شايفين، احاول ان انا اصفي منها المية، يا اما اجيب فوطة مطبخ واحطها علشان تنشف والمية اللي فيها تروح كلها، يا اما اجيب مصفى واحطها فيها. طبعا هي خلاص كده اتصفت من المية، همسكها كده واعملها على شكل حزم صغيرة علشان بس ايه امسك العيدان دي كلها اتخلص منها، علشان احنا مش عايزين العيدان، احنا عايزين الورق بس. دلوقتي هقطعها على البلانشة زي ما بتعملي تخريط الكزبرة او الشبت او البقدونس. دلوقتي هخرطها واوريكم ازاي. ممكن تخرطيها ناعم بالكبة، او تمسكيها مثلا على ايدك تفرميها كويس، او بالمفرمة بتاعت الملوخية مفيش مشكلة. طبعا انا فرمتها كده زي ما انتم شايفين ناعم جدا، عملتها بالكبة زي ما قلت لكم، تقدروا تعملوها بالمفرمة او المخرطة بتاعت الملوخية، او تقدروا ان انتوا على ايديكم بالسكينة تنعموها كده. هنجيب ملح علشان نفركها علشان ننزل الخضار اللي فيها كله، تابعوا معايا. دلوقتي انا دعكتها جامد جدا، بصوا المية ده الخضار هو المرار اللي فيها. دلوقتي انا هصفيها جامد واحطها في طبق علشان ايه نتخلص من كل المية دي، يعني هعملها على شكل كور كده وعصرها جامد، تابعوا معايا. طبعا انا كده صفيت الحويرنة زي ما انتم شايفين كده، مبقاش فيها ولا اي سائل اخضر ولا اي مادة يعني تحتوي على مية حاجة خضرة ناشفة خالص زي ما انتم شايفين. دلوقتي هننجلها في حاجة واسعة. طبعا انا خلاص نقلتها بايركس او بولة او اي حاجة عندك. طبعا ده لبن رايب او روب او زبادي، ده تقريبا كيلو، وعندي كمان لبن مخيط ده او شنينة تبقى سائلة شوية وفيها ملوحة، او اللي حاب يستغنى عن الشنينة ممكن يحط اللي هي اللبنة. دلوقتي هنفضل نزيد للحورنة ديت لغاية لما تبقى زي السلطة معانا، سلطة الملفوف او سلطة تانية كده تبقى باللبن. هنا انا ضفت لبن الرايب كله، احاول ان انا احرك على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين، لازم الحويرنة كلها تتداخل مع اللبن وتاخد كفايتها علشان تطلع معي على شكل سلطة. طبعا انا كده خلاص جانست اللبن الرايب مع الحويرنة، دلوقتي هضيف اللي هو المخيط او الشنينة، ده اللي بيحطوه على المنسف
ممكن تستبدل الخطوة دي باللبنة. طبعا هضيف لها ملح اخر حاجة وزيت الزيتون. طبعا الكمية دي كتيرة، هعينها كلها وهطول على قدي على قد الاستعمال. هضيف الزيت الزيتون، ممكن لو انت حابة تجيبي فص ثوم وتهرسيه جامد وتحطيه على نفس الطبق اللي هتاكلي منه، هتاخدي احلى سلطة واحلى نكهة واحلى طعم. كل ما تقعد في التلاجة يعني تقريبا يومين ثلاثة، الجو عندنا بارد، ان شاء الله تبقى احلى، مفيش فيها اي طعم مرار خالص. وده كان الشكل النهائي للطبق. طبعا حطيت شوية على قد الاستعمال، حطيت عليها زيت زيتون زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم انا دقت الملح، لقيت الملح مظبوط، علشان بس الشنينة اللي احنا حطيناها او المخدة بيبقى فيه شوية ملوحة طبعا حسب الرغبة. والزيت الزيتون ده بيديها نكهة جميلة وبيخفف من الحموضة بتاعتها او المرار، ما شاء الله طعمها جميل جدا لو حطيته معاها مثلا للي بيرغب التوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.